الرسالة هنا من قلب رام الله إلى أهلنا وشعبنا في غزة، كلنا معكم ولن نتخلى عنكم، وهذا العدوان مصيره الفشل والهزيمة، وبوادر الهزيمة بدأت تظهر على هذا العدو المجرم. اليوم يسحب ألويته والولايات المتحدة تسحب حامل طائراتها، كل ما حاولوا أن يصلوا إليه فشلوا فيه، لم يكسروا نضال الشعب الفلسطيني ولا مقاومته، ولم يستطيعوا أن يفرضوا التطهير العرقي. هذا الشعب الفلسطيني العظيم الذي قدم تضحيات غالية لا يمكن أن تحسب، هذا الشعب لا يمكن إلا أن ينتصر في هذه المعركة. والرسالة من قلب رام الله إلى أهلنا في غزة، كلنا معكم ومع نضالكم وكفاحكم ومقاومتكم. رسالتنا، رسالة الشباب، رسالة طلاب جامعة بير زيت، جامعة الشهداء، رسالة رام الله وشباب رام الله ومقاومي رام الله. هذه البلد عاشقة الحرية والتعدد والديمقراطية والوحدة. ليكن هذا العام عام وقف العدوان على غزة، عام وقف العدوان على الشيوخ والنساء والأطفال، هذه الحاضنة الصلبة في شوارع غزة. ليكن هذا العام عام انتصار المقاومة في غزة والضفة والمنطقة العربية.